بفضل. شكرا لك زيادة. معنا مصطفى بيضوضان، اكيد مصطفى ذولي تعرفوا ملعب المنظمة واش غريب عليك؟ عن طبيعة الحال فعندي ذكريات فيه، فالحمد لله. اول حاجة كنشكر المسؤول على النادي الافريقي على التكريم اللي كرموني، وهذا دليل على انه كاين واحد الحب بيني وبينهم وبين الجماهير ديال النادي الافريقي. فيعني هذا صراحة يعني شعور يعني كنحس به واحد الشعور يعني فرحان بزاف على هذا الاهتمام هذا. فالحمد لله كيف ما قلت لك عندي ذكريات هنا في ملعب منزه. شوف فيك في البنك اكثر جو اكثر من شوريه تتحرك هبطت تلعب؟ بطبيعه الحال نحب نلعب، لكن كتعرف لو شوا ديال لونترينور يعني يلعب بان سور اتاكون باش يشوف يعني النادي الافريقي كيفاش يلعب، ومن بعد يعمل تغييرات في الدوزيام طيب يقولوا يعني الشوط الاول اللاعبين والشوط الثاني المدربين. فاتمنى من الله اني نشارك ونرجع بعض الذكريات مع جمهور النادي الافريقي. النادي الافريقي ضغط وما فماش اهداف، ممكن ما شفناش الهجوم نتاع الوداد. اسكو الوداد يعني جاب شي نقطة التعادل اليوم في المنزل؟ فبطبيعة الحال لأنك تشوف أن المدرب يعني لعب أنسو لاتاكو، فكنعتقد بأنه يعني ما وصلناش للشباك كسر يعني النادي الإفريقي يعني فرض الأسلوب ديالو، فربما غادي يوقعوا تغييرات في الشوط الثاني اللي غادي تعطي الأكل ديالها إن شاء الله. شكرا لك، كان هذا مصطفى بيضوضان، أكيد رجع لك معدي الخط.